بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عرض فكرة شركة دي إكسن الماليزية العالمية. أرحب بكم للاستماع إلى هذه الفرصة الرائعة، فرصة نشر الثقافة الصحية والتوعية والدخل المالي. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء. علمه من علمه، وجهله من جهله. مرحبا بكم في دي اكس ان، طريقك الى الصحة والثراء. تعريف مختصر عن شركة دي اكس ان: هي شركة ماليزية، شركة التنين الأوحد، لها مفهوم مميز: عالم واحد، سوق واحد، عقل واحد. دي إكسين هي اختصار كلمة داكسن، ومعناها الجديرة بالدقة. شركة دي إكسين الماليزية لها شعارها الخاص ذو الثلاث الألوان: الأحمر والأزرق والأخضر. اللون الأحمر يرمز للشمس المشرقة والتفكير الإيجابي، اللون الأخضر ويرمز للخصوبة والنمو، اللون الأزرق يرمز للماء كعنصر أساسي للحياة. تأسست الشركة دي إكسن عام 1993، وعمرها الآن 26 سنة، على يد الدكتور الداتو ليم سيوجين. بلغ عدد أعضاء دي إكسن أكثر من 9 ملايين عضو حول العالم. عدد مكاتب الشركة في أكثر من 180 دولة حول العالم. تحتل المركز 28 بين الشركات التسويق الشبكي والبيع المباشر المتعدد لمستويات إيميلي. تمتلك الشركة أكثر من 120 هكتار لزراعة الفطر الجنودية الماء فقط، إضافة إلى العديد من المزارع للمنتجات الأخرى. تمتلك دي إكس إن مصانعها الخاصة لإنتاج منتجاتها المتنوعة بمقاييس الإيزو وإل جي إم بي الصارمة. نبدأ مختصرة عن مؤسس الشركة دي إكس إن الماليزية. هو الدكتور ليم سيوجين، ماليزي صيني الأصل، حصل على العديد من الشهادات والأوسمة، منها وسام النبالة من الدرجة الأولى من ملك ماليزيا. كرجل يخدم الإنسانية، خريج معهد التكنولوجيا في الهند، حصل على شهادة عالية في الطب البديل والأدوية البديلة. دي إكسين تمتلك العديد من الشهادات العالمية، مثل مزاولة تصنيع الحسن الصادرة من وزارة الصحة الماليزية. حصلت على العديد من الشهادات من منظمة المعايير الدولية إيزو، والكثير من الشهادات العالمية، إضافة إلى شهادة الحلال الماليزية. وشركة دي إكس إن تقدم الحل الأمثل للمشاكل الصحية من خلال منتجاتها المتمثلة في مكملات غذائية، مشروبات صحية، ومنتجات العناية الشخصية، منتجات التجميل الطبيعية، ونظام تنقية المياه. المكملات الغذائية وتتكون من المشروب الأحمر، الجنودير الماء أو الفطر الريشي، زائد الإسبيرولينا والفطر الكورديسيبس وفطر العرف الأسد والمكوفيجي.
الفطرشي يلقب بملك الأعشاب أو المشروم الأحمر. وإن شاء الله نتمنى تزورونا في قناة زندق عزيز وديروا جيم بارتاج لايك وتعليق ليصلكم كل جديد إن شاء الله وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.